العلاج بالماء الساخن قضاء على مشكلة الإمساك، يساعد على القضاء على مشكلة روائح الجسم، تعرق. هناك بعض الأشخاص يعانون من هذه المشكلة عندما يتعرضون للتعرق، سواء بسبب حرارة الجو، طقس الجو، أو بعد تناول الأطعمة في عملية التمثيل الغذائي وهكذا. وبالتالي يعني يشعرون أن يتعرضون بروائح كريهة، وهذا قد تؤثر على شخصية الإنسان. علاج بكمادات الماء الساخن علاج فعال ومهم، وكذلك كأساسي وبرنامج صحي وعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن، هو الأساس كما أسلفنا مرارا. يساعد على قضاء مشاكل تتعلق بضغوطات الحياة، حالات النفسية، صعوبة النوم. يساعد الشخص على قضاء نوم عميق ومريح جدا، وبالتالي تنظيم هرمونات تتعلق بسيروتونين، أدرينالين، دوبامين، كل هرمون له فوائد. سبيل المثال السيروتونين هرمون يساعد على السعادة بشكل أكثر، وهرمون الأدرينالين في عملية رد على الآلات الطارئة هي الكر الفر، تتعلق باستجابة سريعة للحالات العاجلة مثل الاضطرابات النفسية والأشياء هذه. وبالتالي تنظيم الجسم الإنسان، تنظيم هرمونات، وبالتالي النظر إلى الحياة نظرة شمولية، نظرة حياة جميلة، حياة لطيفة وإلى آخره. وطبعا كذلك العلاج بالماء الساخن مفيد جدا كمصدر أساسي في خلق وتكوين كل إنسان. ذلك يساعد على تنعيم رحم أمهات، مهم جدا فيما يتعلق في الجنين بداخل رحم الأم في عملية تليين عضلات، تليين بشرة وذلك العظام، وبالتالي يساعد على الولادة بدون ألم. يساعد أيضا على نمو الجنين بداخل رحم الأم، لأن الجنين يعتمد من الدرجة الأولى، صحيح يعتمد المغذيات من الأم، لكن الأساسي الوقود التي تساعد الطفل في النمو هي الوقود الأساسية من خلال هذا السائل الأمنوسي كما استفنا مرارا، وهو بالتحديد ماء ساخن، ماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين، مهمة جدا في عملية نمو الطفل بداخل رحم الأم. يساعد كمادة غذائية للطفل المولود، لأن الطفل المولود يعتمد من الدرجة الأولى على الماء الساخن، ولا الفاتر ولا البارد، يجب أن يكون ساخن بدرجة حرارة أسلفنا بالتحديد 40 درجة مئوية. لذلك الطفل يرتاح بشكل أكثر ويتفادى من الغازات عندما يتناول مشروب الحليب، حليب الأم الساخن، وحليب قارورة أيضا ساخنا بدرجة حرارة حوالي 40 درجة مئوية. لذلك ضرورة جدا الأمهات مراعاة أهمية إعطاء الطفل ماء ساخن بدرجة 40 درجة مئوية. طبعا الكمية تختلف، هنا كمية حددنا، وأيضا في كتابنا الطابعة الثانية سنحدد بشكل دقيق جدا. يساعد على قضاء على مشاكل الشيخوخة، علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، وباختصار فيما يتعلق بأكسد الخلايا هي السبب الرئيسي للشيخوخة. لذلك الإنسان مهما بلغ من العمر، صحيح يتقدم من العمر، لكن يحافظ على رشاقته ويحافظ على نعومة الجلد، وبعيدا عن التجاعيد الجلدية. لذلك العلاج بالماء الساخن مفيد جدا في عملية ترطيب البشرة، وليس فقط مجرد ترطيب، لأن الترطيب هذا جانب واحد فقط، الماء هناك أيضا حفاظ على كمية الطاقة والهيدروجين والأكسجين في داخل خلايا جسم الإنسان، والحد من مشاكل التأكسد للخلايا. هناك عالم أمريكي الذي اكتشف وحائز على جائزة نوبل اسمه ألبرت زينت جورجي من أصل المايجر، اكتشف بأن الهيدروجين هي المادة الأقوى المغذية للجسم للخلايا، والهيدروجين يساعد في مشاكل تتعلق بالبروتونات والإلكترونات. عندما تفقد الإلكترونات بدل ما تبقى جزئي وتفقد الجزء الآخر من الإلكترونات، وبالتالي تصبح الشرسة. العلاج بالماء الساخن مفيد جدا في هذا الجانب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشره على معارفك ليستفيدوا كذلك.
تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري. Thank you.